قامت جامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة بتكريم أكثر من 100 متدرب لاجتيازهم دورة تدريبية عن التحول الرقمي، فيما تستأنف الدورة فعالياتها في مجال البرمجيات. أشرف عباس والتفاصيل. أشاد دكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بالدور الفعال الذي يقوم به كيان شباب أهل مصر للمحافظات الحدودية من أجل تأهيل وتدريب الشباب على دورات التحول الرقمي، وأشاد بدور رئيس الكيان الأستاذ عبد الفتاح حسن عبد الحافظ. الكيان اللي احنا فيه النهاردة أو المجموعة الشبابية اللي احنا فيها تكونت تحت مبادرة أو شعار أهل مصر المحافظات الحدودية، ده طبعا بيكون أو كان بدعم من القيادة السياسية ويمكن بصفة خاصة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتنمية المحافظات الحدودية، يمكن بصفة خاصة عشان يمكن زي ما أقول كل مرة ما يبقاش فرق، والنغمة اللي كنا بنسمعها زمان إن هو في محافظات بحري مميزة في لا، دلوقتي الناس بتحسدنا إن محافظات الحدودية من المحافظات الجمهورية المتميزة يمكن في مختلف القطاعات. برنامج أهل مصر ده يمكن من أمتع البرامج اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة، بيشترك فيها ما يقرب من 5 وزارات، وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات. الشباب اللي مشاركين ومنها اللي مشاركين في دورات أكاديمية مصر العسكرية كونوا مجموعة أو كونوا كيان تحت مسمى كيان أهل مصر المحافظات الحدودية، مجموعة شبابية بترغب في العمل التطوعي، ده أساس الموضوع إن هم بيرغبوا في العمل التطوعي، بيديروا نفسهم بنفسهم، مفيش لينا سلطان عليهم ولا أي توجيهات. الفعالية اللي احنا فيها دي يمكن من ضمن الأنشطة اللي بينظمها الكيان لدخول أو لمساهمة أو كمساهمة للشباب في دخول العالم الجديد، عالم الرقمنة، وإن خلاص يعني دلوقتي الأول كنا بنحو الأمية اللي في القراءة والكتابة، دلوقتي لا، عندنا محو الأمية للرقمنة، خلاص كل واحد لازم يكون على دراية بواجبات الحاسب الآلي والرقمنة والدخول للعالم الجديد اللي احنا وصلنا. فيما أبدأ دكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان بأنه يده ممدودة من أجل مواصلة الدعم لإقامة الدورات التدريبية لشباب أسوان من أجل إلحاقهم بسوق العمل في محافظة أسوان. حدث جميل، معانا ما يقرب من 100 يعني شاب وشابة وكبار سن وصغار سن حاضرين معنا دورة تدريبية مدة 4 أيام متصلة، يعني طوائف كثيرة موجودة من أعمار مختلفة من كذا مجال، ويمكن إخواتنا المسيحيين وإخواتنا المسلمين موجودين مع بعض، يعني تلاحم جميل جدا النهارده هتشوفه في القاعة، وجايين النهارده اليوم الرابع التوالي بنسلم لهم شهادات التخرج لهذه الدورة. الدورة دي استمرت مدة 4 أيام، بنتكلم في أحدث حاجة موجودة. لذلك كان معي اخي وزير الشباب والرياضه معايا النهارده وكيل وزاره الشباب الدكتور ناصر سليم معايا، وبيحسسنا على ان ازاي نحس شبابنا على مثل هذه الامور ومثل هذه الندوات. استفادوا برضو ايضا في تدريب المتدربين في التي او تي، لان بعد ما ياخذوا هذه الدوره يستطيعوا انهم يبقوا قواد لانهم يعملوا هذه الدوره في اماكن اخرى ويرجعوا لاماكنهم اللي هم كانوا جايين منها عشان يقدروا يدربوا هذه التدريبات. عصر جديد بننهجه ويا رب يستمر معانا مدى طويل باذن الله. فيما قدم الاستاذ عبد الفتاح حسن عبد الحافظ رئيس كيان شباب اهل مصر للمحافظات الحدوديه شكرها لوكيل وزاره الشباب والرياضه باسوان رئيس جامعه اسوان للدعم والمسانده من اجل تدريب شباب محافظه اسوان. الدورة دي بنعملها طبعا لشباب أسوان لتعزيز قدرات كوادر شبابية للعمل العام، عشان خاطر خلال الفترة الجاية طبعا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أساس طبعا هو في سبوت على الشباب كده، عشان كده عاملين طبعا جميع الدورات لتثقيف الشباب، وعاملين من 4 أيام اليوم الرابع النهارده اليوم الختامي دورة التحول الرقمي، طبعا دمج مع أبناء النيل على أساس يكون في شراكة طبعا، وخلال الدورات دي طبعا في تثقيف أساسيات التحول الرقمي
والنمط التحول الرقمي والذكاء العاطفي وتنظيم الوقت. كيان شباب مصر للمحافظات الحدودية ينظم الدورة التدريبية حول أهمية التحول الرقمي من أجل إيجاد فرص عمل لشباب محافظة أسوان. كان معكم من مركز شباب المدينة أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.